بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق دمنهور بتاريخ 11/3/2023، نعرفكم على أسعار العجول اللحم. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3، اللهم صل على النبي، وتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب. أضخم عجل في سوق دمنهور. ازيك يا غالي؟ صورتنا والخراب دخل علينا. ماشي كام النهارده يا معلم؟ خراب. خراب ليه يا حاج؟ انا عارف 130 جنيه عيد الجاموس. والله خراب. الاسعار رفعت تاني؟ رفعت تاني. 100 وكام؟ شكارة الدولار يا معلم 29 ب 1000 جنيه، شكارة الدولار ب 1000 جنيه. يعني السعر الان بقى بكام النهارده؟ كل ها؟ كل حسب اللحمة. يعني عجل زي ده كده يعملوا ايه كام؟ الان ماشي النهارده كام يا رجاله؟ في الجاموس. 105. 105 في الايام؟ ازيك يا معلم؟ يا مرحبا. عامل كام يا حاج العجل معاك ده؟ السلام عليكم يا حاج. اخبار معاليك ايه؟ السوق زي الهباب وروبا والسعر اللي ماشي كده. على النعمه مضربه فوق ال 120 جنيه. بكام؟ ب 120؟ ايه النهارده جاموس داخل في 120. هو قال لي 120. جاموس ب 105 و 105. لا لسه بايعينه اهو. لسه بايعينه كمية لحمة دلوقتي. تقول لي ب 120، يا فين ابو 120 ليه؟ تعال انا ببحك ب 110. اه حاجة. انت مش هتكلم؟ يلا نفذ بقى. 120 زي ما انت بتقول. يعني النهارده في الارضيه عامل 105؟ يا معلم اوعى. اللهم صل على النبي. بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. والله كلمه ليه يعني اعملوا معاك كام حاجه؟ لسه ماسك، لسه نازل، ما تعرفش السعر. على كلام الناس والتجار اللي موجوده في السوق، السعر الايام النهارده عامل 105. ده العجل ده يعدي بصراحه. يعمل له قد ايه فلوس يا حاج زي كده؟ يعمل له قد ايه فلوس؟ 70,000. كم؟ 70,000. 70,000 كتير برضه. عايزين نسمع كلمه برضه منكم. اي 700. السعر الايام ماشي كام؟ 105؟ 100 ل 105. من 100 ل 105. البار ماشي كام النهارده؟ معدي 115. البار معدي ال 115؟ من كام لكام؟ بس السوق خفيف النهارده غير السوق اللي فات خالص. اه البام عشان كده السعر طالع شد. عايز انت جربت على رمضان، كل ما تجرب على رمضان كل ما الاسعار تولع. وبعدين كده معروف. يعني دي اعمل له 70,000؟ لا لا ما يجيبش. ما يجيبش 60. بس بعت 60؟ 60,000. اهو هو عايز تجل ايه؟ اللهم صل على النبي. بنحاول نلف كل حاجه على الطبيعه، والاسعار رفعت تاني يا جماعه. مفيش هبوط في الاسعار، في ارتفاع رهيب في الاسعار، وربنا يسترها وينجز. وده حال السوق دمنهور. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. على الكلام اللي انا سامعه النهارده السعر الان بالنسبه للبقر عامل 115. بكام يا معلم؟ الان ماشي كام النهارده في البقر؟